السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الإخوان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد البولة، ها هي غادي نديروا لها واحد المراجعة خفيفة تشوفوها، واللي بغى يكوموندي راه غتكون في السيت ويب ديالي. كذلك غادي نوريكم واحد البيدالات تبارك الله، الله يعمرها دار الصراحة، فايت مجربهم أنا وعجبوني. ما غنبداوش بهم دابا، نبداو بعدا بهاد البيدالات. هادو راني أنا مجربهم، وهما اللي كنخدم بهم بالبيكالتي الأخرى، الله يعمرها دار. راه فيهم الاحمر والزرق والكحل. شوفوا معايا الفيسات، اللور مات سولي، ما كيدخل ليهم لا مال والو. وكي بغيتي ديرهم مانتونس كاين ملي تحلها مره مره في العام دير لها لا غريس، يعني شي حاجه مخدومه نقيه اللهم بارك. هادو راه كاينين في السيت ويب ديالي، غتلقاو لي يعني لتحت، راه كاين فيهم الالوان، ثلاثه الالوان، احمر زرق وكحل. غنوريكم الكحيل ديالها كي داير. اول الكحل هذا هو البلاك ديالها، اللهم بارك. الصراحة شي حاجة زوينة، وهذا راه اسي انوكسيدابل ما كيصديش. والفيسات مع الوقت الى الواحد بغى يبدلهم راه كيتبدلوا. داكور، دونك من مور هاد البيدالات هادو ديجا كانوا عندي في السيت ويب. دابا غنوريكم النوفيل اريفاج، داكشي اللي عاد وصلني جديد. هادو بلا ما نهضر عليهم داوين على راسهم، هادو مصاوبين من واحد البلاستيك كيتسمى الكومبوزيت، ناضي نيلون قاصح قاصح بزاف ريزيستون، ولكن هادو الومنيوم، هادو من الالومنيوم حتى هما فيهم كيتحلوا باش دير لهم المانتونونس، حتى هما اسي انوكسيدابل، الله يعمرها دار. فاش كدورهم كتحس بهم كيدورو في لاكريس، وحتى هما كياكروشيو في الصباط. هما فيهم ليبين، كل جهه فيها ستة، ستة من هنا ستة من هنا. هادو الله يعمرها دار. غنوريكم اللون الاحمر ديالهم كي داير، حتى هو شي حاجه اللهم بارك. هذا هو الاحمر ديالهم. هذا الدراري راه ماشي بلاستيك، الومنيوم، سمع الله يعمر. المهم كاليتي ديالهم بريميوم، كرطونه ديالها بكل شيء. نرجعوا للمصباح ديالنا اللي غادي نديروا ليه مراجعه اليوم. دونك المصباح ها هو الشكل ديالو، البواطه ديالو صغيره. كاين واحد الموديل فيه سرسار اللور يعني كلاكسون، هذا ما فيهش. دونك هذا الموديل ما فيهش كلاكسون. نحلو الكرتونه، كاين هنايا الكابل ديال لاشارج، الكابل ديال الشحن، كاين ستراب او الصمطه باش كيلصق في الكيدون ديال الدراجه الهوائيه، باش كيلصق في المقود، كتيب الاستعمال. والمصباح ديالنا هو هذا. هنايا كاين المنفذ ديال الشحن او البور ديال لاشارج، ها هو ووتر بروف، يعني هاد الكوفرك المحمي مزيان من الماء. شوفوا كيفاش لاصق الدراري، الفوق الزر باش كيشعل، لتحت ستراب كيفاش كيتركب بهذه الطريقه، هذه كيدخل من هنا. ما دابا انا كنصور بيد وخدام بيد. المهم ستراب كيدخل من هنا، من واحد المكان كاين هنا، شتوه كيدخل وكيجي على هاد الطريقه هادي باش كتبقى تفيكسي في البيكار. ما علينا، انا نفيكسي ونوري لك. دونك كيف ما شرحت لكم كيجي الاخوان على هاد الطريقه هادي، هنا كتبقى تفيكسي فيه بزاف القياسات على حسب الدراجه ديالك. وهذا راه الاستيك وسيليكون كيتير. دابا غادي نشعلوه ونوريكم لي مود ديال الكلاراج اللي فيه الفار والكود. داكور، الفار هو الضو اللي كيمشي بعيد، والكود الضو اللي كيمشي قريب وكضرب في الارض. دونك ملي كنشعلو كنابيو 3 ثواني كيشعل. واو عماني ما بقيت كنشوف والو. باب باب باب، كتورك مره اخرى كينقص النيفو ديال الفار، كتورك مره اخرى كيمشي للكوت، يعني كضوي اكليراج متسع، كتورك مره اخرى كينقص النيفو ديالو، كتورك مره اخرى كيشعل كلشي بجد بهذه الطريقه هذه، يعني هذا هو المود الماكسيموم. كتورك مره اخرى كيضعف كلشي، وكتورك مره اخرى كيبدا يسني بحال هكا، والمره الاخيره كيطفى. دونك هذا هو الشكل ديالو. واتر بروف كيف ما شرحت لكم، يعني مقاوم للماء. بالنسبه للشارج ديالو كيقد يديك جوج سوايع، عرفتي راه عماني ما بقيت كنشوف حتى حاجه. بالنسبه للوزن ديالو 44 غرام، يعني ما كملش 50 غرام. كيقد يبقى شاعل جوج سوايع، وكذلك القوه ديال الكلاراج ديالو 300 لومان. واحد القضيه بالنسبه لهاد البيدالات هادي، غندير لكم الصوره ديال الشكل ديالهم كيفاش كيبانوا في البيكالا. هذه صوره ديال واحد الصديق خداهم من عندي وصيفط لي الصوره الدراجه ديالو باش تشوفوا الشكل ديالو، وقولوا لي في التعليقات واش البيكالا ديالو زوينه ولا لا. زوينه اللهم بارك.
وبالنسبة للمصباح ديالنا اللي درنا ليه الريفيو غادي نوريكم الضوء ديالو في الليل، غادي نجربوه ان شاء الله في الخارج ونعطيكم الرأي ديالي فيه. اذا الاخوان الضوء ديال البيكالا هو هذا، انا ما صورتش في الظلمه كما كتشوفوا باقي النهار، ولكن راه باين الضوء ديالها تبارك الله. نوريكم البوله كيفاش كتجي راكبة الشكل ديالها، شفتوا من القدام ها كيفاش راكب. المهم الشكل ديالها ناضي والضوء ديالها زوين. دونك الدراري هذه هي البيكالا في الظلمه، نشعل الستوب، انا غنشعل الضوء ديال القدام دابا، دابا ولات الظلمه شويه اكثر. دونك كيف ما شرحت لكم هذا الكود، هذا الكود غادي ينقص اللي هو الضوء مشتت، هذا الفار، هذا الفار غادي ينقص، ودابا هنا الفار والكود يعني فول باور بويسونس كامل. شوف الضوء ديالها كده مزيان ولا ماشي مزيان، الله يجعل البركه. 300 ليمان حقيقيه. اذا الدراري الفيديو غنساليو هنا، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ومع السلامه.